الراجل بتلعب في النادي الاهلي. تمام. لو انت لابس الفانيلا بتاعت نادي الاهلي والنادي الاهلي خسران 3-2. تمام. اخر 10 دقائق مختلفين عن وانت بتلعب في المقاولين، كل احترام المقاولين او اي نادي اخر، اخر 10 دقائق، هل اللعيبه الاهلي او الزمالك اخر 10 دقائق لو خسران الفرقه بتبقى داون شويه ولا بتبقى اخر 10 دقائق هنرجع وهنكسب؟ في النادي الاهلي يا كابتن سيف، انا يعني لما لعبت وكنت موجود هناك، الفرق ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني ان انت ما عندكش، ما فيش اي بديل غير المكسب. فاللعيبه كلها حتى اللي من جواه ما عندوش الطموح ده، خلاص هو بيتخلق جواه. يعني انا بيتخلق جواه ان انا هنزل النهارده لازم اكسب، اي حاجه تانية مش مسموح بيها ايا كان بلعب مين. فهي الفكره ان النادي الاهلي هو ده اللي بيخلقه جوه اللعيبه، ان احنا يا جماعه ما فيش اي حاجه، حتى واحنا واخدين الدوري هنلعب الماتشات اللي فاضله هنكسب، حتى واحنا مثلا مش عارف ايه كل الماتشات بالنسبه له مكسب. فالفرق ما بينه وما بين الانديه الثانيه زي ما بقول لحضرتك في كده، في طموح لعيبه، في لعيبه خلاص اتعودت على المكسب. في لعيبه كتيره بتنزل كسبنا خلاص الحمد لله، تعادلنا مفيش مشكله، خسرنا مفيش مشكله، ويروح وعادي وتلاقي جاي التمرين ثاني يوم بيضحك ومفيش مشكله وماتش وعدى والماتش اللي جاي. يعني هو ده الفرق بقى، ان انت النادي الاهلي لا ما عندوش الكلام ده، والانديه الثانيه لا، ممكن لو هتلاقي في ال 30 لعيب هتلاقي مثلا ممكن 15 لعيب عندهم النوعيه دي، اللي هم لا ويروح زعلان ويستنى الماتش اللي جاي عشان يكسب. وفي لعيب عادي الامور بالنسبه له عادي، فهو ده اللي بيعمل فروقات. طيب ده محمد سمير وهو في المقاولين وابن الاهلي، ازاي قدر يلمس الفرق بين شخصيه لاعب الاهلي؟ ودي المساله المهمه جدا، لانه عشان الجمهور وهو بيقيم اللعيبه يعرف ديت، والناس اللي بتسال اللاعب الفلاني نجح ليه في الاهلي او ما نجحش ليه في الاهلي، ممكن يكون لاعب كويس قوي في اي مكان تاني بس جه الاهلي ما قدرش فعلا يستوعب ملامح وطبيعه وشخصيه لاعب النادي الاهلي اللي اتكلم عليها سمير، واللي ممكن كمان يتكلم عليها اسلام محارب. ده كلام عنه. آه. يعني بص، اسلام محارب لما 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 خرج من الاهلي على غرار مؤمن، كان خروج وانا متاكد انه هيرجع. رجع، بس رجع بقى لا يعني لم يخيب رجاء مدربه ورهانه عليه في اي لحظه، فباستمرار هو افضل بديل. ده الناس كلها لما شافت هذا، حتى المحللين، تصدق احنا يعني وحشنا لقب افضل بديل من ايام جده. يعني اول من يعني لفت النظر على اهميه اللاعب البديل محمد ناجي جده مع كابتن حسن شحاته الفارق في كاس الامم. وبمناسبة اللاعب البديل، بعد ما نشوف ده هقول لك تفسير سمعته من السيد عبد الحفيظ، كابتن السيد عبد الحفيظ دلوقتي، بس نسمع ده الأول.